اللهم يا من أوضح سبيل الهداية للعارفين فوجدوه قريبا وثبت قلوب الموحدين على معرفته حيث دعوه فألفوه مجيبا. أنت الذي خلقت الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا وأيدته بنظرة من رحمتك فأضحى بها سميعا بصيرا. فحملته بلطف من رأفتك على الفلك المشحون وخلقت لهم من مثله ما يركبون. فلك الحمد يا إلهي على نعمك السوابغ ولك الشكر على ما غمر عبيدك من إحسانك البالغ. فهم يا إلهي من عين الحياة التي أجريت لهم شاربون ومن ثمرات الجنان التي أبحتهم آكلون ومن السندس والاستبرق لابسون وفي بحار جنانك سابحون ومن تسبيحك وتوحيدك لا يفترون وعن اللغو ماردون ويسقون من رحيق مخضوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلك المنة يا إلهي إذا نجيتهم من لجة بحر أعدائكهم فيه مغرقون ومن حيرة الدلالة التي هم فيها تائهون ومن نار الجهالة التي هم فيها محرقون. فتوحيدهم إلحاد وطاعتهم معصية وإناد ومنهم يا إلهي من نهايته التشبيه والتمثيل ومنهم من غايته الإعدام والتعطيل. وما قنعوا بسلوك الدلالة حتى نسبوها إليك وما كفاهم ارتكاب الجهالة دون أن علوا فيها عليك. واعتقدوا يا إلهي أنك موجد التشبيه والتمثيل وأنك مظهر الإعدام والتعطيل وقالوا ما وجدنا غير ذلك سبيلا نقصد إليه ولا مقصدا نعتمد عليه. أعمتهم الدلالة عن قصد سبيلك فعموا وأوقفتهم الجهالة دون إدراك النجاة فجهلوا. فالعالم ما بينهم مزوم مفتون والناصح عندهم خؤون. إن نطق بالحق سفك دمه وإن تكلم بالصدق هتك هرمه. فلو كانوا يا إلهي أطاعوا دليلك وسلكوا بنهج سبيلك لعلموا أن موقع التشبيه الذي اعتقدوه هو نفي التعطيل ومعنى التعطيل الذي جهلوه هو نفي التشبيه وترك التمثيل غير أنهم وقفوا عند غير موجود ومن وجدوه لصفة الفضيلة مفقود. فقنعوا من لذيذ الشراب بلمعان السراب ذلك بما عصوا كانوا يعتدون وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يزمون. إلهي ما في بعض بريق أنوارك ما يشفي وما في بعض تداعف مواد حكمك ما يكفي أما في بعض إيجاد الأدلة ما يثبت حجة أما في بعض البراهين الصادرة عن آل بيت نبيك ما يدح محجة. عميت والله أبصر المخالفين عن قصد سبيلك إذا لم ينظروا الضياء وعجزت أفكارهم عند ارتكاب الجهالة فتركوا الهدى. فأفواههم سقيمة تغير طعم الغذاء وقلوبهم مظلمة قد نقب فيها السدى. لا يوجد لهم صورة ولا تواريهم بنية معمورة أفغير هذا هو العذاب الحاضر أما يكفيهم عجزهم عند اقتدار بلوغ القادر. إلهي عجزت ألسن الناطقين عن وصف نعمك الغامرة وضاقت الطريق عن وسع مننك الصادرة. فهم يا إلهي بك إليك يتقربون وإليك بك يتوجهون بأن تكشف بلواهم وتسمع نداهم. إلهي قد تعاونوا على غلق بابك عن أوليائك فامنن عليهم بالفتح وقد تواصلوا على قطع أسبابك فواصلهم بالنصر والنجح واقطع دابر الباغي واقمد جمرة المتهاوي. يا غافر زلة آدم إذا عصاه ويا مجيب النداء نوح إذ ناداه ويا منجي إبراهيم من نار الطغاة ويا راحم أيوب بعد ما ابتلاه ويا راد يوسف على يعقوب بعد عماه ويا ناصر موسى بعصاه ويا من رفع السيد المسيح إلى السماء وعلاه ويا من أيد محمد نبيه بالقرآن وحياه. نثبت القلوب على طاعتك والنفوس على معرفتك إنا إليك راغبون ولفضل ما عندك طالبون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك تفعل ما تشاء وإنك أم الكتاب.